نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال لأختنا الجوهرة الثمينة، تقول: لماذا النساء أكثر أهل النار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعلنا يا ربنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالناس في يوم عيد، ثم خص النساء بخطبة، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقن معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكفرن العشير، يعني الزوج، وتكثرن اللعن. فبين عليه الصلاة والسلام سبب كثرة دخولهن النار، نسأل الله العافية، وهو كفران العشير، بمعنى نكران فضله عليها، وكذلك التنكر لإحسانه إليها وقيامه عليها بالمهر والنفقة والحرص على حمايتها وحماية أولادها. وفي الحديث الآخر وهو مفسر لهذا الحديث قال: يحسن إليها زوجها الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني تنكرت، ما رأيت منك أي خير. وهذا لا شك أنه من نكران الجميل، ومقابلة الإحسان بالإساءة والنكران فلا يجوز. وهذا يدلك على عظم حق الزوج ووجوب الإحسان إليه ومعرفة فضله عليها وإفضاله عليها أيضا، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل الله سبحانه وتعالى القوام على البيت، على الزوجة والأولاد، للرجال، للزوج، يعني لأمرين: الأمر الأول لفضله، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ليس الذكر كالأنثى كما قال الله عز وجل، والأمر الثاني لإفضاله عليها بالمهر وبالنفقة وأداء كل ما تحتاج إليه من طعام وكساء ومسكن ودواء وغير ذلك مما تحتاج إليه. فيجب أن تشكر فضله وتعترف بحقه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما جاءته المرأة وقالت: يا رسول الله، غلبنا الرجال، يجاهدون ولا نجاهد، ويحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، فما لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من ورائك من النساء أن طاعة المرأة لزوجها وحسن تبعلها له يعدل ذلك كله، يعدل أجر الجهاد وأجر الحج وأجر الصدقة. سبحان الله. ولذلك يقول العلماء إن حق الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة مقدم على حق والديها، على عظم حق الوالدين. تخيل، وأنت عارف كل ما ورد في هذا من الآيات والأحاديث في وجوب البر بالوالدين والإحسان إليهما، إذا تزوجت المرأة أصبح حق زوجها آكد من حق والديها عليها. ولهذا لو تعارضت طاعة زوجها مع طاعة والديها فتقدم طاعة الزوج ما دام يأمرها بشيء مباح بالمعروف، كما قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. لكن إن كان يأمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأجل عظم حق عليها. ولهذا يقول العلماء إن طاعة الزوج وجبت بالعقد، بعقد النكاح، بخلاف طاعة الوالدين والإحسان إليهما فهي إنما وجبت من باب البر والإحسان، وما وجب بالعقد كان آكد مما وجب من باب الصلة والبر والإحسان. جزاك الله خير. نعم.